أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح. المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة، والنهاردة بشوفه يطلع للنور. إننا نسجل بالصورة دي الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية. عشان كده سميناها مدرسة المسيح. مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ، تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في المدرسة دي هندرس 12 كتاب، كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله. تقدر في المدرسة دي أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسم مستعار نيك نيم، وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا، وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك. عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك. ربنا يقودك معانا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح. أعزائي برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة المسيح. مدرسة معناها في معلم، والمعلم معلمنا واحد هو يسوع المسيح، ومعناها كمان في منهاج بنتعلمه. وفي المدرسة دي احنا بنتعلم المسيح. الحياة المسيحية ليست شرائع وأحكام، لكن الحياة المسيحية حياة تتعاش، تتشاف، تتفهم، تتعاش في علاقة حقيقية مع إله حي. واللي رأيناه في يسوع واللي سمعناه في يسوع ده اللي إحنا بنقبله عشان نحياه ونكون مشابهين صورة ابنه. مدرسة معناها تلميذ. المعلم بيدور على تلاميذ، بيدور على ناس يلتصقوا به ويتعلموا منه بكل وداعة وبكل تواضع. عشان كده بندعوك حلقة بعد حلقة أن تكون تلميذ للمسيح، مش شهر ولا اتنين ولا سنة ولا اتنين، لكن رحلة حياتك كلها. عشان كده عزيزي المشاهد بدعوك في هذا اليوم أنك تكون تلميذ للمسيح في مدرسته العظيمة ليصنع منك إنسان حسب قلبه. الحلقات الأخيرة اللي خدناها تحت عنوان ما نسميه مسؤولية الإنسان وسلطان الله. الصراع ما بين الحاجتين دول اللي اكتشفنا ان كمية الأسئلة والمفاهيم المغلوطة والمختلفة اللي تعرضنا ليها هائلة. وحاولنا في الدراسة دي ان نشوف يعني ايه سلطان الله كامل ومطلق، لكن الله حط قوانين للتعامل. مش معقول انسان مطلق يتعامل مع كائن محدود اللي هو الانسان بطريقة مطلقة. مش عارف اتعامل مع ربنا، مش كده؟ فربنا حط قوانين يقدر فيها يتعامل معنا، يحدد فيها دوره إيه ودوري إيه، مسؤوليته إيه ومسؤوليتي إيه، فيحترم إنسانيتي وحريتي وكياني، فأبقى حر ومسؤول. وتكلمنا عن الحرية المحدودة، وتكلمنا عن المعرفة، وتكلمنا عن تأثيري في المجتمع وتأثير المجتمع عليا، اتكلمنا عن العناصر المختلفة للقانون دوت. وفي ظل الفهم دوت خدنا رحلة لفهم بعض القضايا الهامة أو بعض الحاجات اللي يبدو في الكتاب إنها تتعارض مع المنطق دوت المنظم والمرتب. الحلقة ديت إحنا عايزين ننزل إلى أرض الواقع. إذا أنا مكانك، إذا أنت مكاني وفهمت الحقيقة دي، فهمت يعني إيه الله صاحب السلطان، الإنسان حر أدبيا محدود، لكن الحدود ده هي اللي بتديله الحق ان يختار لنفسه سعادته هنا وسعادته هناك. اذا انا وانت فهمنا الحقيقة ديت، ده يعني ايه بالنسبة لنا بطريقة عملية؟ جاوب على اسئلة في ذهننا، لكن ما افتكرش ان المدرسة بتاعت المسيح مجرد بتجاوب على
أسئلة. احنا اتفقنا ان الحياة المسيحية مش مجرد قلم ورقة وبنكتب كلام وبنجاوب في امتحان. افتكر الحقيقة دايما اعظم من كده بكتير. الحلقة بتاعتنا النهاردة دي عايزين ناخد اللي خدناه في السبع حلقات الماضية في الدراسة بتاعت سلطان الله ومسؤولية الانسان ونحوله الى تطبيق عملي. استفاد ايه في حياتي الشخصية من اللي انا سمعته ده؟ ما عندناش ناس نروح لهم لانه ما سمعوش معانا، مش كده؟ الوحيدين اللي سمعوا الدراسة ديت هي حضراتكم والمشاهدين اللي بيتابعونا على شاشات التلفزيون وعلى الويب سايت. عشان كده احنا محتاجين منكم النهاردة ان تبقى انتوا اللي بتقولوا لنا وبتعلمونا وبتكلموا الملايين اللي ممكن بتشاهدنا النهاردة. استفدت ايه؟ اتعلمت ايه؟ ايه اللي ده يبقى في حياتي حاجة تفرق، تعمل فرق في علاقتي مع ربنا، في علاقتي في نفسي مع نفسي، وفي علاقتي مع الآخرين. واتفقنا ان دي الحياة المسيحية، علاقة مع الله، علاقة مع الناس، علاقة مع نفسي. اسأل ولا انتوا هتتبرعوا؟ ايه اللي كان بيدور في ذهنك في السبع حلقات الماضية وحسيت ده فرق، ده هيعمل فرق، ده هيريحني، ده هيغير طريقتي، ده هيتحداني؟ ايه في اللي انت سمعته حسيت ان ده يعمل فرق معاك؟ صمت. واحدة واحدة هنقول فايدة فايدة. فرقت معايا قوي موضوع القدرية، يعني فاكرين احنا كنا حاجات كتير غلط، انه كله مكتوب، انه لو مشيت وحصلت لي حاجة وحشة في الطريق اصل ده كان مقدر وده مكتوب، ولو مشيت من الطريق الفلاني ده بدل الطريق ده وحصلت لي فيه مشاكل اصل ده كان نصيب. فرقت معايا قوي قوي، يعني انه مفيش حاجة اسمها مكتوب، لازم حاجة هشوفها يعني. يعني ريحتني كتير قوي من افكار غلط كانت عندي يعني. كويس، يبقى الفايدة الاولانية ارتحت. ارتحت من ناحية مين؟ من ناحية ربنا، انه مش كاتب لي حاجة يعني هشوف، بالعكس ده هو في صفي، هو معايا يعني. ارتحت من ناحية ربنا، دي نقطة مهمة قوي. يعني كان جوايا زعل منه، كان جوايا اتهام لي، كان انا عايز احول ده الى كلام واضح، ده شعور انت جواكي. انا ارتحت، كويس، انا بسمعك النهاردة. ارتحتي من ايه؟ كان عندك انفلونزا وارتحتي من لا، كنت ممكن يكون اتهام خفي يعني. أيوة. ناحية ربنا، انه احيانا كده بيعمل حاجات مش مفهومة بتصيبني بالمشاكل، يعني ان انا مشيت اتكعبلت وقعت، خدت الطريق ده بدل الطريق ده، فحصلت الكاوتش فرقع هنا. فيعني انت عملت كده ليه؟ انت عملت كده ليه يعني؟ كويس، دي حتى نقطة مهمة قوي. ان النظرية القدرية وفكرة انه كله مقدر ومكتوب وان الانسان الدمية في يد ربنا بيحركها، احداث كتير قوي وحشه. لو ربنا ورا كل الاحداث ديت هيبقى جوايا اتهام لربنا بالظلم، صح؟ هبقى زعلان من ربنا، بيقولوا عليك صالح بتعمل كده ليه؟ مظبوط، هايل. ايه كمان؟ انا كمان ارتحت قوي من حته برضو في القدريه ديت. فرقت معايا، كان حصل معايا موقف انه في حد خد من الشغل اللي احنا فيه حاجه مش بتاعته، واحنا قررنا انه احنا نمشيه. فكانت المشكله الاساسيه لما بحكي مع الناس كانوا بيقولوا لي انه سرق رزقه. ربنا بيدي الرزق لكل واحد، هو استعجل على الرزق. تخيل انه ربنا بيدي رزق السرقه، ده المفهوم اللي كان اللي بيداني اللي جالي من كل الناس، انه ربنا بيدي رزق السرقه في حد ذاته. فازاي يا رب انت بتبقى بتضر ناس تانيين؟ ازاي يا رب ان انت تكون بتسمح بان واحد يعمل كده، او بتصير واحد يعمل كده انه يسرق الناس التانية عشان في الاخر يبقى ده هو رزقه؟ فكان انطباعي مع الناس انه لا يا جماعة، ربنا مش بيأمر بالشر، ربنا مش بيخلي الناس تعمل الشر وبعد كده في الاخر يحاسبهم. فكان فارق معايا قوي انه يثبت عندي عقيدة ان الانسان حر يختار ما يريد. هي دي النقطه اللي بتاعتي، هي فرق قوي معايا. احكي قصه شبيهه قوي باللي احنا سمعناه دوت. كنت راكب تاكسي مره وكان في حادثه وقتها في الجرايد عن جريمه قتل كده، وكان كل الناس بتتكلم في الجريمه ديت. ففوجئت بالسائق التاكسي بيقول لي يا بيه قدره. فدورت كده وقلت له
قدر اللي مات؟ قال لا طبعا ده مكتوب له يموت، بس لا قدر كمان اللي قتل. قلت له ازاي؟ قال لي ما هو ده مكتوب له يموت مقتول، ما هو لازم كمان واحد يتكتب له يقتله. فزي ما ان ده مكتوب له يموت بالطريقة ديت، اتكتب لواحد يقتله، فده قدر القاتل كمان. بالظبط اللي احنا بنسمعه. يبقى صورة ايه ربنا في نظري؟ ان ربنا كتب للمقتول وكتب للقاتل، يحسبه على ايه وهو كتب له ان يقتل؟ اذا كان لا تقتل واتكتب له ان يقتل، متخيلين التناقض الهائل هنا؟ بالظبط زي ما سمعنا القصة الحقيقية دي من الواقع العملي. حاجة تانية، انبسطت قوي من انه ربنا ما بيفتقدش ذنب الاباء في الابناء لجيل تالت ورابع. ايتين مدمرين جدا وايتين بيصحح فيهم الرؤية، انه كل واحد يموت بذنبه، دي فرقت قوي معايا، فرقت قوي معايا. نقطة تانية، شفت ربنا اجمل من اول اديه، هو جنتل جود يعني، حتى يعني رول يعني، ايوه لطيف جدا وحقاني جدا. ولما بيحط حاجه هو بيعلمني ازاي احترم الحاجه، بيعلمني انا حدودي فين وهو بيعمل ايه. يعني هو المثل بتاعي يعني، لو ربنا بيحط حاجه ويمشي هو اول واحد عليها، فما بالك انا مش هكون افضل من معلمي، بس لازم امشي زيه. فرقت قوي معايا احترام القانون. هايل. ايه كمان؟ كنت في وقت ما ببعد عن ربنا او يحصل اي حاجه تخلي المسافه بيني وبين ربنا تبعد، او اعمل حاجات تزعله، كنت بحس خلاص يا رب انت اللي سامح بكده، انت اللي سبتني ابعد. بس لقيت لا، ان ربنا في الوقت ده بيكون متضايق قوي وتعبان قوي ان انا ببعد، بس مش عايز يغصب عليا، سايب لي حريه الاختيار. ان انا مرات ربنا بيبقى الشماعه اللي بعلق عليها حاجات انا اللي غلطان فيها، صح؟ عملت كده، انت اللي خليتني اعمل كده، بعدت، انت اللي سبتني ابعد، جات لي مشاعر غلط ناحيه حد، ما انت اللي حطيت المشاعر فيا، مظبوط؟ فاحنا الفكره ديت بتخلينا بسهوله قوي بنهرب من مواجهه المسؤوليه بتاعتنا، لان بنعلق اخطائنا على الشماعه الالهيه. انا بتكلم صح؟ اشكرك. هايل. ايه كمان؟ في الحقيقه هي دراسه عميقه وصعبه شويه، الناس دراسه تدرس من جديد تتعامل للناس دروس اكتر. بس انا اكلم ازاي الناس البسيطه؟ يعني في اسئله مثلا واحد يسالها لي في الشارع، يقول لي طب ليه ربنا بيخلي العيل يعيا؟ فمش ممكن احكي له الدراسه كلها، فايه الطريقه المبسطه ان انا اقدر ارد عليه؟ السؤال هنا، اذا انا فاهمك، ان الدراسه دي مركبه قوي، الناس بتسأل أسئلة بسيطة عشان أجاوبها مش قادر أقول لها لسبع محاضرات دول، ها؟ فلو جاء قال لي ليه الطفل بيعيا؟ مظبوط؟ إيه الإجابة البسيطة لبعض الأسئلة المحددة؟ أفتكر هتلاقي من وسط الدراسة ديت إجابات محددة لأسئلة محددة. يعني لو جينا قلنا ليه ربنا بيخلي طفل يعيا؟ إحنا اتفقنا الله لا يجرب أحد بالشرور، فكل تجربة بالشر مصدرها مين؟ المجرب وشر الإنسان، فاكرين؟ قلت أنا بجرب من الشرير ومن شر الإنسان، مش من ربنا. فسهل قوي إن أول حاجة بغيرها في ذهن الناس، إن مين قال إن ده ربنا؟ أنت افترضت إن ده ربنا بناء على القدرية. إحنا لا نؤمن بالقدرية، إحنا نؤمن بالحرية، ونؤمن إنه الشر مصدره الشرير إبليس، واستخدام الله للأشرار ليؤذوا الناس. فالمرض مش من عند ربنا. فأنا كده أنا جاوبت إجابة صحيحة. إحنا بنحاول نقول له ليه، بينما هو السؤال نفسه إيه؟ غلط. فأقول له سامحني السؤال غلط، أنت بنيت سؤال على عقيدة هي مش موجودة، فأنا مش محتاج أقول المحاضرات كلها. فبالطريقة دي خلي بالك، إحنا ادينا لك في الدراسة ديت أسباب جنب بعضها بتكمل الصورة. أحيانا بيبقى السؤال في قطعة واحدة من البازل، فأقدر أسحب القطعة دي وتجاوب السؤال، وأحيانا هضطر أقول له طب تعالى نقعد بقى ونكتب على ورقة ونقول هو القانون إيه، 1 2 3 4 5 6، فاكرين
تقريبا ست elements او ست عناصر اساسيه للقانون ده. لو كان السؤال معقد، اغلب الاسئله بتبقى بسيطه زي دي، اقدر اسحب كارت واحد واقول له الكارت ده بيجاوب على سؤال حضرتك. هو برضو يعني انا عندي شويه حته يعني سؤال في الحته دي قوي. انتوا دخلتوا في اسئله، احنا اتفقنا اتعلمنا ايه. هو انا يعني انا حاجات كتير قوي فرقت معايا، اولها قلب فرعون، يعني حسيت انه ربنا بينفع يستخدم يعني القساوه اللي في المجتمع حوالينا وفي قلوب الناس حوالينا ويعرف يستخدمها لخيرنا والحاجه تنمينا احنا وتعلي الحق في حياتنا يعني. وتطمنا. هي بتطمني واكتر اكدت جوايا قد ايه ربنا صالح. بس انا عندي سؤال. اتفضلي. انا قلت حاجه كويسه، من حقك تسالي. طيب هو بس يعني في حاجات كتيره قوي في كل يوم بتعدي علينا وتساؤلات حتى بتبقى جوانا احنا، يعني مثلا حاجه زي الارتباط مثلا. اوكي لو انا مشاعري اتحركت ناحيه حد، ما انا مشاعري برضو يعني انا بشوف وجهه نظري الشخصيه ان المشاعر دي حاجه مش حاجه قوي بينفع اتحكم فيها بارادتي، ومش طول الوقت باخد قرارات في مشاعري يعني. وفي الاخر الحد ده ارتبطنا وعشنا حياه وحشه قوي وشوفنا بعد كده ايام سودة يعني. فده لسه ما ارتبطتيش الحمد لله. لا لا نشكر ربنا. ايوه اوكي. حاجه برضو زي المذاكره يعني، لو انا ذاكرت لا ناخد ديت. ففين السؤال؟ السؤال هو انه مش ليه ربنا ما تدخلش في الحته دي يعني هو ربنا عارف كويس قوي ان انا مشاعري اتحركت اوت اوف ماي هاند وانا ما كنتش عامله لها كنترول، وهو ربنا خلق المشاعر. في ناس كتيره قوي بيتولدوا مرضى، فده ربنا ده ما لا لا ناخد واحده واحده. احنا دلوقتي في قصه عمليه اللي هي موضوع الجواز. افتكر دي قضيه مهمه جدا بالذات تتعلق باللي احنا اتكلمناه اسمه والنصيب، لان موضوع الاسم والنصيب بالذات مرتبط بقضيه الزواج. افتكر دي واحده من الدروس العمليه اللي المفروض نتعلمها من الدراسه بتاعتنا. فده مثل هائل لحقيقه مفروض اتعلمها او درس عملي تطبيقي من اللي احنا سمعناه. احنا بنعمل ايه؟ بنقول مشاعري مش في ايدي، فبما ان مشاعري اتحركت ناحيه شخص يبقى ده ربنا. بناء على الدراسه الكلام ده صح ولا غلط؟ ملوش دعوه ربنا، دي مشاعري. وهناخد حالا في الفصل اللي جاي من الدراسة بتاعتنا الباب الجاي دراسة الإنسان، وفي الإنسان هنتكلم بقى مين الإنسان والمشاعر دي موجودة فين في الإنسان وربنا بيتعامل مع إيه وما بيتعاملش مع إيه. يعني هنتكلم عن خريطة الإنسان والإنسان ده بيشتغل إزاي وربنا بيشتغل منين والعالم بيشتغل. يعني هناخد ده عشان هنكتشف إن المشاعر ربنا ملوش دعوة بيها. كويس، أنا مشاعري اتحركت ناحية إنسان وارتبطت بيه ونتيجة هذا الارتباط طلع الشخص ده مش مناسب وعشت حياة تعيسة، باجي اقول لربنا انت ليه ما تدخلتش؟ صح؟ الدراسة دي بتقول لي واحد ان ربنا بيتدخل بقدر ما ايه؟ ما انا بسمح له. واحد، فمش بيتدخل غصب عني. اتنين، ان التدخل الالهي مرتبط بدور انا بعمله، صح؟ دايما انا عندي حرية ومسؤولية وفي دور، فدايما في دور الهي وفي دور انساني. زي قبر العازر، دور انساني اني ادحرج الحجر، دور الهي اني يقيم الميت. انا ما اقدرش اقيم الميت بس اقدر ادحرج الحجر. دحرجوا الحجر انا اقيم الميت، مش ادحرجوا الحجر انا مش اقيم الميت. طب ما انت تقدر تعمل الاثنين، اعمل الاثنين. يبقى ما اشتركناش، يبقى في سلطان الله وما فيش مسؤوليه الانسان. خدت بالكم؟ فالمشاهد دايما ان في كل حاجه بتحصل في دور الهي في دور انساني، والدور الالهي متوقف على الدور الانساني في الحياه الشخصيه. في الأدوار العامة زي الخلاص ما توقفش على الدور الإنساني، لأن ده ربنا بيعمل حاجة للبشرية كلها، فمش استنى فلان أو علان، هيعمل هو الدور ده لأنه مش بيلمس حياة شخص. عشان كده فرقنا ما بين التدخل الشخصي لو فاكرين في الدراسة وما بين التدخل الإيه؟ العام في التاريخ، وقلنا التدخل في التاريخ مش بيمس حياة الأفراد فما أثرش على الحرية الشخصية. فاكرين الكلام ده ولا نسيناه؟ ها؟ حاجة لموضوع الارتباط دوت. الارتباط بنقول ايه؟ ان افضل حاجة عشان اضمن ان هذا الارتباط في مشيئة ربنا، ربنا عايزني انا احب الشخص وعايز يقودني هو ليه. يعني عايز في الاخر اقول انا وربنا عايزين نتجوز ده، صح؟ لو فرضوا عليا، لو جاء لي سامح اتجوز ايمان، مش بحبها اتجوزها،
وعلى ضمانتي، صح كده؟ اروح اقول لها ايه؟ اقول لها انا مش بحبك بس ربنا بيحبك فانا هتجوزك، مش هترضى بيا، مظبوط؟ دي علاقه انسانيه. فبنقول انه في الامور ديت انا وربنا عايزين نمشي مشوار. لقيت عندي مشاعر، لو قلت المشاعر دي من ربنا ضحكت على روحي وبنيت سكتي على حقيقه من الاول غلط. بقول له مشاعر ديت دي رد فعل، عجبني طريقته، عجبني شكله، عجبني تعامله معايا، بركن المشاعر على جنب، مشاعر حاجه جميله بس حطها على الرف، وابتدي انا وربنا نمشي مشوار اني اكتشف انا مين، هو مين، بس في الاول انا مين، هو مين. احنا بناء على اللي قاله الكتاب كل واحد للتاني معين نظيره، ففي مبدا في الكتاب في الارتباط، ربنا قال لنا ايه هو الارتباط، قال الارتباط معين نظيره، كويس. طول السكة أنا وربنا عمالين نتكلم، وريني أنا مين، وريني هو مين، وريني إن في ما نسميه في علم الطب ماتش، زي الدم عشان يقل بعض، وفي علم كمان الزواج بيكلموها ماتش، إنه في تجانس، إن في توافق، إن حنركب في بعض بحيث ما نخرش مية، ما يبقاش في ثقوب في العلاقة ديت، فنقدر نكمل بعض ونتجانس مع بعض. فيبقى في المعين اللي نظيره، نشبه بعض قوي بس مش زي بعض بالظبط، فنعين بعض من غير ما نبقى خلف خلاف بعض. ففي دور عليا اني اكتشف اراده الله، باني اكتشف نفسي واكتشفه هو، واكتشف مقدار الكومباتيبلتي، التوافق والتجانس اللي بيني وبينه. دور عليا. لو انا قلت له يا رب يعني بص انا بسلمك الموضوع، ولو منك اعمله ولو مش منك اعمله، انا عملت كده ايه؟ انا مش اتكلت على ربنا، انا عملت ايه؟ انا تواكلت. انا مش اتكلت، ده قدريه، ده قدريه مقنعه. اللي احنا بنقوله اتكال وليس تواكل. النظريه دي بتدعوني الى اتكال وليس تواكل. في الاتكال انا عندي دور وربنا عنده ايه دور، دوري صغير دوره كبير، بس من غير دوري هو مش بيعمل ايه دوره، دوري هو اللي بيسمح له انه يتدخل. قول لي انا مين، قول لي هو مين، قول لي احنا ننفع بعض ولا لا. مش همشي ورا عواطفي، همشي ورا الاستنارة الروحية اللي انت بتديهاني، مش هضحك على روحي. واضح اللي بقوله؟ لو قبلت مشاعري قلت ان مشاعري من ربنا ومشيت وراها، انا عملت ايه؟ انا ضحكت على روحي ومنعت ربنا يتدخل. اتنين، اكتشفنا ان احنا مناسبين لبعض، هل ده يضمن اننا هنعيش حياة سعيدة؟ خلاص يا رب هو منك وهي منه، هل امين يا رب هنعيش اسعد اتنين؟ لا، بيقول ان الحياة الزوجية ليها مبادئ تتعاش، عطاء وحب وتواضع وإخلاء وغفران. ما عملناش كده مش هنعيش حياة سعيدة. واضح بقول إيه؟ فدايما أنا عندي دور وربنا عنده دور، وده مش مرة في الحياة، ده كل يوم في الحياة. ساعتها ما عمريش هقول لربنا ليه كده، بالعكس ساعتها كل يوم هقول يا رب مش عارف أشكرك إزاي، مش عارف أشكرك إزاي أني عارف أعيش الحياة دي بالروعة دي بالجمال ده وسط عالم الـ 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 الزوجين السعيدين النهاردة ظاهرة نادرة، 5% 7% سعدة والباقيين كلهم مش طايقين عيشتهم. ليه؟ لأن في مبادئ، في دور إنساني، في دور إلهي للسعادة، وده أكبر مثل السعادة في العلاقة الإنسانية هو اختيار شريك الحياة. أنا جاوبت؟ يعني أوكي، يعني لو اعتبرنا برضو أنه حتى الارتباط ده فيه جزء اختياري، بس في حاجات أنا مش بختارها وحاجات بتوجعني قوي وبتأذيني قوي وأنا شوية بتبقى محك إنه هل ده من إبليس ولا ده من شر الناس، مش عارفة. يعني مثلا لو أم وتولد ابنها مريض وبعد وقت الابن ده راح السما، فالولد ده عمل إيه وجرب إزاي علشان يتأذي بمرض، أو مين في البني أدمين أذاه فعي العيا دوت. وحتى لو هو راح السما، أنا ذنبي إيه إن أنا أتأذى بهذا القدر من الألم؟ خليني اقول ان قضية الموت احنا ما تعرضنا لهاش، صح خالص؟ احنا هنيجي حلقة كاملة هنتكلم عن الالم في المدرسة دي، الالم، ونحط كده
العناصر بتاعته لوحدها ونتكلم عن مصادر الألم وأنواع الألم. لكن أنا مش عايز أهرب من السؤال لأن الموضوع الموت. الموت قضية إحنا فاهمينها غلط. في حياة اللي ليهم رجاء في الحياة الأبدية الموت مصيبة؟ مؤلم بس مش مصيبة. مؤلم للي مات ولا للي باقي؟ مش للي مات. كويس. ذنبه ايه انه مات الطفل ده؟ ما عندوش ذنب خالص، ده استريح ننتقل الى مكان افضل. ذنبها ايه الام انها اتألمت اتألمت للفراق؟ احنا ليه بنتألم في الموت زياده عن اللزوم، زياده عن ما ينبغي؟ لان احنا عندنا فكره غلط اللي هي ايه؟ اننا بنمتلك احبائنا. ابني ده ايه؟ بتاعي. ها جه ربنا خده، بزعل من ربنا؟ لو انا فاهم من الاول ان ابني ده وديعه ربنا جاء قال لي خلي ده عندك، خلي بالك منها، حاجه خدها بكره بعده بعد سنه بعد 10 بعد 20 حاجه خدها، دي وديعه دي بتاعتي انا سايبها عندك خلي بالك منها. جاء بعد يوم قال لي هاخدها، جاء بعد سنه قال لي هاخدها، جاء بعد 10 سنين جاء قال لي اخدها، هزعل قوي؟ مش هزعل قوي، يعني هيفرق معايا صح، بس مش هزعل قوي. لكن لو انا افتكرت ان دي بتاعتي ها وجا ربنا خدها، هزعل من مين؟ هزعل من ربنا، ودي المشكلة. في فرق بين حزن الفراق، فرق بين يزعل من ربنا. أنا بزعل من ربنا لأني امتلكت أشخاص، والإنسان مش من حقه يمتلك حد. أنا مش من حقي امتلك ابني، مش من حقي امتلك مراتي، مش من حقي امتلك حد. دول ملك لخالقهم مش ملك ليا. احنا بنحزن حزن مؤلم بسبب دوافع عندنا، بسبب تملك عندنا كبشر. من حقي احزن للفراق، من حقي احزن للفراق. المسيح عند قبر العازر بكى صح؟ بكى وعارف ان هيقومه، بكى. فالمشاعر الانسانيه المبنيه على الحب جميله وربنا يسقف لها ويحييها، لكن المشاعر الحزن المبنيه على الامتلاك والغضب دي نتيجه دوافعنا الغلط ومبادئنا الغلط وقيمنا الغلط اللي محتاجة تتصلح من أول يوم. فخلي بالكوا إن قضية الموت إحنا أصلاً بنبص لها من منظار خاطئ. لو بصنا لها صح هيبقى ما عندناش أي سؤال فيها. ليه ده مشي بدري؟ لأن مشواره خلص، لأنه خلص دوره. في واحد عنده 6 شهور خلص دوره، آه. في واحد عنده 6 سنين، آه. في واحد عنده 60 سنة، آه. في واحد عنده آه. المسيح مش بدري، احنا معمدان مش بدري، ناس كتير عظيمة مش بدري لأنه خلص، برافو عليه خلص بسرعة، الرسالة بتاعته في الحياة خلصت. طب ما يعيش شوية يا جماعة. الأبدية بمقارنة بالحياة على الأرض، الحياة على الأرض دي ولا حاجة، دي 6 سنين من 60 سنة ولا حاجة خالص، ها 20 من 120 ولا حاجة خالص. ال100 سنة دي يعني مقارنة بالأبدية هي ولا حاجة خالص، هي ولا حاجة خالص، مش مخدش فرصته، هي ولا حاجة، هي ولا حاجة، هي ولا حاجة. فالموت نقطة واحدة بس، فراق إلى حين. من حقنا نحزن. ولما ربنا بياخد حد عزيز عليا وأنا بتألم لفراقه بيقول أنا هحل محله وعوضك. لو انا بحب ربنا اقول له لا انا عايزه هو، ولو انا بحب ربنا اقول له اشكرك انت اكيد هتعوضني اكتر. فاهمين بقول ايه؟ لو انا مش بحب ربنا اصلا طبعا مش عايز ربنا، ها، ولا عايزه هو ولا عايز حاجه، انا كاره عيشتي اصلا، يعني فاهمني؟ فهي قضيه تانية خالص. يعني وانا عايش بعيد عن ربنا الموت بالنسبه لي نهايه وغضب وسواد وكحل وكارثه ومصيبه من كل ناحيه، وانا عايش مع ربنا النظره بتاعتي للموت قصة تانية خالص. عشان كده بيقول الكتاب لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. قضيتنا في الموت تختلف خالص عن اللي برا دائرة النعمة والإيمان خالص. هنا الموت حاجة وهنا الموت مصيبة وملهاش حل. عايز أرجع للتطبيقات العملية للدراسة بتاعتنا اللي احنا خدناها. ده يفرق معايا ايه في حياتي الشخصية؟ فرق معايا قوي انه احيانا كتير كنا
كنت بكلم حد عن ربنا وهو مصمم ان مش عايز يغير رأيه عن ربنا، فكنت بزهق واقول خلاص ربنا لو عايزه هو يجيبه بقى، هو اللي في ايده، هو لو فعلا انسان اختاره يبقى هو اللي هيجيبه، وانا مش ههدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء ويقصي من يشاء. ففرقت معايا قوي انه المتلقي ده ليه دور، اللي سمع الحق ده ليه دور في انه يقبله او يرفضه. وكمان فرق معايا ان انا يفضل ليا دور اني اصلي عشان اثر بالايجاب، ان ربنا يتدخل بطريقه يمكن تناسبه اكتر، يمكن يكمل معاه اكتر. ففرقت معايا قوي انه مش اللي هو ربنا لو عايزه هيجيبه، ويمكن هو مقسي قلبه عشان هو مش مختاره. فرقت معايا قوي قوي قوي. هايل. عندي تعليق هنا خليني اقوله قبل ما نسمع حته جديده، لان دي اهم حاجه، جزء من اهم حاجه في الدراسه بتاعتنا كانسان لي علاقه مع ربنا. لو فهمت الدراسه ديت هكتشف ده انا لي دور ومسؤوليه هائله نحو الاخرين فوق ما تخيل. انا مش بخدم ربنا في حياه الناس عشان الاكاليل اللي في السماء، لا 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 لا. انا مش بعيش الحياه المستقيمه وبنادي بالإنجيل وبصلي لأجل الناس عشان كده يعني بأدي دور، يعني هو دور قليل بس يعني بأديه عشان في الآخر ربنا يسقف لي يقول لي نعما أيها العبد الصالح كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. لا، الدراسة دي بتقول لنا إن دورنا في تغيير العالم اللي حوالينا هائل، مع إنه دور صغير، لأن ده الدور اللي بيسمح لربنا بقدرته السرمدية ولاهوته أنه يعمل إيه؟ أنه يتدخل. ده الدور اللي بنرفع به الحجر عشان هو يقيم لعازر اللي أنتن 4 أيام في القبر، ومن غير الدور ده يبقى لعازر في القبر. خلي بالكم الحكاية دي، الدراسة دي بتحطنا مسؤولين ككنيسة عن الأمة اللي بنعيش فيها، إن الكنيسة مسؤولة عن أمتها اللي عايشة فيها. الكنيسة دي 1000، 2000، 10,000 أيا كان مسؤول عن أمتها، هي اللي بتفتح الباب لربنا أن يأتي لهذه الأمة، بتفتح الباب عشان الشمس تشرق وتضيء هذا المكان، أو بتبقي الباب مغلق. خلي بالكم من الفكرة دي، دي أهم حاجة في الدراسة. مش بس بتصلح صورة ربنا، مش بس بتنقلني من التواكل إلى الاتكال وإني بقوم بدوري في حياتي عشان أختبر إرادة الله في حياتي زي قصة الزواج، لكن التطبيق الثالث ده في غاية الأهمية. أحكي قصة تعبر عن الفكرة دي. شاب صغير أعرفه بعد ما اختبر الامتلاء بالروح القدس وامتلى غيرة أنه يكلم صحابه عن المسيح، فراح لواحد صاحبه وابتدى يكلمه عن ربنا وتشهد له المسيح بيحبك ومات من أجلك وانت لازم تدي حياتك للمسيح. مرة واثنين وثلاثة، وبعدين صديقه ده قال له بص أنا زهقت، نتكلم في أي موضوع تاني، ما تكلمنيش عن ربنا، أنا مش عايزه، أنا مش عايز أعيش معاه، أنت مالك، أنت مالك. فالشاب ده جاوب صاحبه قال له أنا مالي، يعني أنا مالي وما أنا عايش ليه؟ أنا عايش عشان أنت تعرف ربنا. ازاي انا مالي؟ دي قضيتي، وانا هي دي قضيتي انك انت صاحبي تعرف ربنا. قال له خلاص كلمني المره دي بس وما تكلمنيش تاني. قال له ماشي، فابتدى يكلمه تاني فتاثر وقرر يسلم حياته المره الاخيره دي. لو انا بقول دي مش قضيتي انا مش هكمل اخبط، خلاص هو مش عايز يتفلق، وبعدين بالذات لو هو بقى مش من المختارين اصلا بضيع وقتي. فاهمين بقول ايه؟ لكن لو انا دوري ده مهم، لأن دوري ده إني أعيش وأشهد وأصلي، إني أعيش وأشهد وأصلي، إني أعيش الحب أشهد وأصلي، إن الثلاث حاجات دول بيفتحوا طاقة السماء إن ربنا يتدخل، يتدخل عشان يعلن نفسه وعشان يلمس القلوب وعشان ينخص القلوب عشان تقبله. يا نهار أبيض، يبقى مصير أمتنا في رقبتنا. آيات بتقول كده، طلبت من بينهم رجل يقف في الصغر أمامي ويبني جدار ويصرف غضبي عن لم أجد فأهلكتهم بغضبي، وجدت فلم أهلكهم، مدتهم فرصة للتوبة وللرحمة، مش كده؟ وبنشوف القصص دي في العهد القديم. موسى وقف أمام ربنا لما الشعب عبد البعل بعد ما شافوا الجبل بيدخن وإعلان مجد الله، وقف أمام الشعب فربنا رحم الشعب.
قدام فرصه تانية. مع ان ربنا قال له سيبني اهلكه واصنع منك امه وتبقى بني اسرائيل تبقى يبقوا بني موسى. قال له لا لا لا، يتسامحهم يموت معاهم. بص 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 الصلاه يموت معاهم. دي الصلاه المؤثره، لان انا حطيت نفسي مكانهم، انا بالنيابه عنهم طلبت رحمه ربنا فربنا رحمهم. زي يونان اللي كنا بنحكي عنه مش كده؟ راح قال الرساله اللي هتغير حياه الناس، وهم تابوا. لو ما قالهاش هيتوبوا ازاي؟ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ مش كده؟ الله محتاج الانسان عشان يوصل للانسان، محتاج له عشان يجسد الانجيل، عشان ينادي بالانجيل، عشان يفتح طاقه السماء من خلال الصلاه. هي الصلاه هتغير الدنيا؟ هتغير الدنيا. دي اهم رساله عايزين نخرج بيها من الدراسه دي، اننا لاننا احرار في المسيح عندنا مسؤوليه اننا نعكس ضياء المسيح للمنطقه المظلمه اللي محيطه بينا. عندنا الحق ده لاننا احرار. لو انا مش حر يبقى انا مش مسؤول وما اقدرش اعمل حاجه، لكن لاني حر وبإرادتي الحرة بقدر أأثر. زي الأشرار بإرادتهم الحرة بيقدر يأثر، بيقدر يذبح ويهلك ويدمر. إحنا نقدر نبني ونقيم ونحرر ونطلق الأسر. فاهمين بقول إيه؟ لو العدو بيستخدم حريته ديت عشان يدمر، وإحنا مش بنستخدم حريتنا دي عشان نبني، العالم هيخرب. لكن لو إحنا استخدمنا حريتنا ديت زي ما اتفقنا في الدراسة، النور أقوى من الظلمة، الحب أقوى من البغضة، يد الله أعظم من يد إبليس، مش كده؟ الأشرار يطلقون يد إبليس لتدمير العالم، لو الأبرار أطلقوا يد الله لخلاص العالم، يد الله أعظم. إحنا أقلية، بس الذي معنا أقوى من الذي في العالم، الذي فينا أقوى من الذي هو ضدنا. فاهمين بقول إيه؟ إبليس مش عايزنا نصدق النظرية دي. إبليس مش عايزنا نؤمن بالحكاية دي، عايزنا نؤمن بالقدرية، عايزنا نؤمن بالاختيار، عايزنا نؤمن بالحاجات اللي تخلينا نغسل ايدينا نقول احنا مالناش دعوة. وربنا عايزنا نؤمن باللي بنقوله دوت، لأن ده اللي بيخليه نقول لروحنا احنا لينا دعوة. احنا لينا، ما تقوليش مالكش دعوة، أيوة أنا ليا دعوة، أنا هنا عشانك. أنا هنا عشانك. ولما أقول لروحي أنا هنا عشانك هعمل فرق، لأن معنا الرب إلهنا. أرجو الفكرة ديت توصل لنا. كان في شغل عايز معلومات كتير وعايز معلومات جديدة كل يوم، بس اكتشفت انه في موضوع صغير قوي كنا بنتناقش فيه الصبح، قعدنا عندنا لقيت عندي انصاف حقائق رهيبة. يعني اكتشفت انه مهما كانت المعلومات العامة اللي انا باخدها او في شغلي او انا ما عنديش معلومات كتابية واضحة، فانا محتاج فعلا كنت اجي المدرسة عشان افهم. محتاج قوي انه حتة صغيرة قوي زي فرعون في خروج 3:19، ربنا عارف انه فرعون قلبه قاسي، لكن انا معلوماتي عن فرعون انه ربنا هو اللي قاسي قلبه، والموضوع مختلف تماما. ده ربنا يعلم بمع مسبقا، والتاني تمثيلية. ربنا عمل كده الفرعون عشان تبقى تمثيلية كبيرة ويطلع شعب إسرائيل بمعجزات فظيعة من أرض مصر. فكان عندي تساؤلات في الحتة دي، اكتشفت إنه التساؤلات مش في المكان، التساؤلات مش في أنا اللي مقريتش كويس، أنا اللي مش فاهم كويس. أنا عندي أنصاف حقائق محتاجة تشجع إن أنا أكون موجود في وسط ناس أدرس والتلمز عشان أقدر أخرج في الآخر لنفسي والغيري أبقى نافع. يعني مين هايل؟ في حد كان رافع ايده؟ ايوه هنا كمان بليز. معنى كلام حضرتك اللي فات ان انا لو ربنا مديني مواهب كتير قوي، لكن ده لازم يكون دوري الاساسي ان انا اكلم الناس عن ربنا؟ حتى لو ربنا مش مديني موهبه ان انا اتكلم مع الناس، ما بعرفش اتكلم مع الناس، ده دور اساسي عندي حتى لو ربنا مديني مواهب كتير غير ان اتكلم؟ لا، لو انا ما عنديش موهبه اني انا اتكلم مع الناس هيبقى اقل حاجه في دوري اني اتكلم مع الناس. انا عندي 3 مسؤوليات كابن لله بعيش في الملكوت: اني اعيش الملكوت اللي هو الحب مع ربنا ومع الناس، اعيشه فاكون رساله الحب، اجسد الحب كويس. 1، مش محتاجه مواهب دي، محتاجه علاقه حب مع ربنا، مظبوط. 2،
محتاج أكلم الناس عن ربنا. أنا مش كارز، مش هعرف أوصل رسالة الحياة الجديدة كويس، لكن أعرف أحكي عن ربنا بيعمله في حياتي. كل واحد ربنا لمس وقال له اذهب خبر بكم صنع ربك ورحمك. بحكي ربنا عمل معايا ايه. محتاجة موهبة. كنت أعمى وفتحت، كنت خاطي وربنا توبني فتوبت، كنت بعيد وربنا رجعني، كنت يائس وربنا اداني الأمل. مظبوط. بحكي ربنا عمل معايا ايه. مش محتاجة موهبة. ممكن واحد بقى يبقى بيعرف يعلم، ممكن واحد بيعرف يوعظ، ممكن واحد بيعرف بقى يكرز، ها دي موهبة زيادة، فبناء على الموهبة بستخدمها. لكن كلنا مطالبين أن نشهد، أن نشهد عن نعمة الله اللي افتقدتنا، صح كده؟ تلاتة، نصلي. مش محتاجة موهبة أني أصلي، مش كده؟ محتاجة ركب، أني أركع وأبكي إخواتي، أصرخ من أجل إخواتي اللي بعاد عن ربنا، أقول يا رب اعلن نفسك، زورهم، افتقدهم، وصلهم، مش كده؟ ودي أكتر طلبة مجابة، احنا بنشوف الحكاية دي الأيام دي، صح؟ أكتر طلبة مجابة، أكتر من أي حاجة تانية. روح لهم بيروح لهم. اعلن نفسك بيعلن نفسه على طول، على طول، لأن دي مشيئة قلبه. فأول ما بنطلب هو عايز يعمل إيه بيعمل، لأن هو عايز يعمل، بس مستنيين نطلب، لأنه مش بيفرض نفسه على الناس. أنا نيابة عن فلان قلت له يا رب روح له، إنه أنا بديك حق إنك تروح له النهاردة. هو ما دعانيش، أنا بدعوك. ربنا يقول لي هعتبر دي دعوة منه، ها؟ فيروح له. ما احنا اتفقنا مش بيفرض ايه نفسه. اقترب الي، اقترب الي. الصلاة انا بحل محل شخص وبدي ربنا الحق انه يجيلي. ده مش معناه انه هيقبل، بس ربنا هيروح له. فهمتني؟ فالثلاث حاجات المطلوبين كلنا نعرف نعملهم. اربعة بقى كل واحد بحسب الموهبة. انت بتفهم في التكنولوجي والتصوير زي اخواتنا اللي واقفين ورا الكاميرات ديت بيصورونا وبيذيعونا وهكذا. ده بيعرف يكتب بيكتب، ده بيعرف يصور، ده بيعرف يعزف، ده بيعرف يرنم. الموهبة دي بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها الاخرين. دي حاجة رابعة غير التلاتة دول. التلاتة دول مش محتاجين مواهب. اتفقنا؟ عايز اشكركم على اللي انتوا قلتوه، لان افتكر ده احنا قلنا أهم ثلاث أربع حاجات مهمة جدا في الدراسة ديت. إني أنا أستريح من نحو فهمي لله العادل البار الرحيم. اثنين، الفرق بين الاتكال والتواكل، فرق هائل. الحاجة الثالثة، مسؤوليتي تجاه العالم اللي أنا بعيش فيه. ثلاث حاجات دول أهم ثلاث تطبيقات كنا نحب نطلع بيهم. أشكركم إنه حضراتكم نبتوا عن المدرس المدلس اننا نعكس الصوره ديت لينا. اكتب ده في قلبك وجرب تعيشه، هتكتشف طرق الرب مستقيمه. في طريق احكامك انتظرناك. فلما بقف في سكته بلاقيه، لما بقف بره سكته مش هلاقيه. ما حدش بيستنى القطر في بيتهم، صح؟ عايز استنى القطر واركبه، بروح المحطه بلاقي القطر بيجي في ميعاده. مش دايما لكن في مصر، لكن عاده المفروض يجي في ميعاده. طرق الرب مستقيمه، الابرار يسلكون فيها. الى ان نلتقي في حلقه جديده من مدرسه المسيح. ربنا يبارككم ويضيء وجهه عليكم ويرحمكم. امين. مجدست المسيح. عزيزي المشاهد، في ختام حلقتنا برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة ديت اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع. عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت، تحل الامتحانات اللي موجودة وتبعت لنا الأسئلة اللي انت مش فاهمها. انا عارف ان المدرسة دي بتثير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك، واحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك. امين.